أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: ما حكم من تسأل الناس لسد طلبات أبنائها الذين ليس لهم عائل وراتب الأم لا يكفيهم لأنه زهيد، وهل لها أن تأكل معهم إذا أعطوها الناس؟ نعم، هذه لها أن تسأل إذا كان ما عنده داخل يكفيها وأولادها، الدخل الذي يأتيهم أقل من حاجتهم، فلا مانع أن تطلب الصدقة، تعطى الصدقة الزكاة. نعم.